الجناح الألماني في بناء البندقية يقدم مساهمة ألمانيا في مجال الهندسة المعمارية المستدامة. البوابة الكبيرة مغلقة، فتحول المكان إلى منطقة استراحة، ويرشد سهم مضيء إلى المدخل الجانبي. هذا جزء من فكرة موك بيتسيت، مدير الجناح الألماني. التنزه على ممرات جلبت من البندقية كأنها غارقة في المياه، وهي ممرات تسير بنا عبر طبيعة مشكلة من أنماط فن العمارة اليومية. الجناح الذي كان يعد ليعطي قدسية يعكس تأثيراً مغيراً تماماً. يفهم الأشخاص الذين يدخلون إلى المبنى من المدخل الجانبي فجأة شيئاً آخر، إذ يلاحظون روعة الغرف الجانبية، ومن خلال خدعة الدخول من المدخل الجانبي تنشأ نظرة جديدة تماماً عن فن البناء هذا. تبدو نظرة باردة تلك التي ينشئها شغف مثالية موك بيتسيت. الأمر لا يتعلق بعملية الهدم والبناء الجديد، بل باستغلال ما لدينا بصورة مفيدة، أي باعتبار فن العمارة مصدراً للبناء. الناس مفتونون جداً بهذا المعرض، لأن هذه الاعتيادية لها حضور قوي. كلما قل التدخل كان أفضل، ولا بد أن يظل توسيع البناء ملحوظاً حتى وإن ظن الجيران أن كل شيء سينتهي بناؤه. ما نريد التأكيد عليه هنا هو أنه من المجدي تكريس جزء من هذه المثالية لما هو موجود أصلاً، وإشراكه ومنحه شخصية في حد ذاته. ربما يبدو الأمر مثالياً، إلا أنني أعتقد أن ما هو موجود جزء من مهمة الهندسة المعمارية. موك بيتسيت من سكان مدينة ميونخ، وقد حقق هنا بنفسه فكرة المحافظة على البناء وتطويره. يعد المطعم القديم التابع لساحة الأولمبياد المبني من أجزاء سابقة التجهيز من أكثر البنايات حداثة في العالم وقتها. لقد حول بيتسيت المبنى الذي لم يعد يستخدم كصالة طعام مستلهماً فكرته من مركز بومبيدو الباريسي، فأزال الأجزاء المستخدمة في تغطية السقف وخطوط الإمدادات، وجعل كل شيء ظاهراً للعيان. أكثر الأماكن إبهاراً هي قاعة القراءة، فقد أصبحت قاعة هادئة في المكان الذي كان يستخدم لتناول الطعام. يقع سكن الطلاب بالقرب من البناية الحديثة للمطعم القديم. لقد كان سكن الطلاب الأول في ألمانيا، حيث كان يملك فيه كل ساكن غرفة خاصة بها مطبخ وحمام. أما اليوم وبعد 40 عاماً فقد تحول إلى بناء يتمتع بكفاءة استخدام الطاقة. خطط لإعادة بنائه في مكتب كنيغا أوند لانج للهندسة في دريسدن. كذلك مساحة الغرف لم تعد تتناسب مع متطلبات اليوم، فقد وسع المهندسان الغرف عبر إزالة الشرفات. تبدو واجهة البناية وكأنها لم تتغير عبر إحداث خدعة فيها، فقد وضعت نوافذ مائلة لتعطي إحساساً بعمق الشرفات. لم نحاول أبداً تحويلها إلى متحف بحيث تظل البناية كما كانت في السابق، بل أردنا إطالة المزايا العملية للبناية لمدة أطول. لقد التزم المهندسان بوعي في المحافظة على نظام الألوان الخاص بالبناية الأولمبية. لقد أصبحت الغرف أوسع لكنها تبدو باردة، بعكس شقق الطلاب في دريسدن. ففي مكان ليس ببعيد عن الجامعة التقنية، تمكن مكتب كنيغا أوند لانج الهندسي من جمع خبرات غنية عبر ترميم عمارات سكنية شعبية. ومن خلال تغييرات بسيطة توصلوا إلى نتائج باهرة.
بالقرب من رمز مدينة دريسدن، الفارس الذهبي، أظهر المهندسان مدى إمكانية تناغم المساكن الشعبية مع بنايات عصر الباروك. ومن نجاحاتهم الكبيرة في وسط المدينة أيضاً هذا التصميم الجديد للمجمع السكني من السبعينيات في شارع براغ. أردنا أن نعزز ونقوي الصفات التي وجدناها في البناية، وهذا ما قمنا بفعله، فأظهرنا طولها وعلوها. هذا مجمع سكني على نمط لي كوربوزيي في وسط دريسدن. قبل عدة سنوات كان مهدداً بالهدم، وكان هذا يعني ضياع 600 شقة صغيرة رخيصة، بالإضافة إلى المركز القديم في المدينة والمطل على شارع براغ الذي أعيد بناؤه بعد الحرب. إنها بناية بسيطة جداً لأناس عاديين جداً يقدرون على استئجارها في أي وقت. وجدنا في هذا عنصراً يمكن نقله إلى عالمنا الحالي، كما وجدنا فيها حجة اجتماعية وهو الإبقاء على منازل بأحجام وأسعار مناسبة في وسط المدينة. خطط ليكون شارع براغ في دريسدن أول منطقة للمشاة في دولة ألمانيا الشرقية. بنيت المنطقة وفقاً للنموذج الغربي روتردام لاينبان، والآن أصبحت أيقونة الهندسة المعمارية في شرق ألمانيا. من المهم وجود شواهد من هذا العصر وليس فقط من عصر الباروك. ربما تكون ليست ذات قيمة الآن، إلا أنها ستكون إرثاً مهماً للأجيال المقبلة. إن فكرة موك بيتسيت الرئيسية هي أخذ الأمور البسيطة واليومية بجدية، وهذا ما يظهره في الجناح الألماني في مدينة البندقية.